شوف يا محمد، الأنظمة تسبق من قواعدها مش من الكلمة. وطالما المحليات محدش قرب لها خالص خالص، مفيش لسه النظام ما سقطش. النظام هو ايه؟ هو اسلوب ادارة هذه الدولة بهؤلاء البشر بهذه الموارد بهذه الحدود. هل تغير اسلوب ادارة الدولة؟ ما حصلش. الدولة مركزية في الادارة، استبداد في القرار، رأسمالية احتكارية في الاقتصاد، مصالح في الاعلام، هم دول المفردات. بس للأمانة أهم حاجة اتغيرت، إن بقى في شعب. مبارك كان لاقي حاجة اسمها شعب، والشعب كان قابل بده. أنت بتحارب نظام مملوكي من 1250، بقى له 760 سنة. اللي بدأ دولة المماليك مين؟ شجرة الدر. لسه البراء بيفكرني، شجرة الدر اللي هي الوقت سوزان مبارك، مين يجرؤ يقرب لها؟ قطاوي لم يجرؤ، جه مرسي لم يجرؤ. هل يجرؤ السيسي انه يقرب من شبكة سوزان مبارك؟ جماعة عمالين تتكلموا على المشاكل الاقتصادية، انا بقول لكم كل ضافر من العشرين في ايد ورجل سوزان مبارك تحته مليار دولار. هاتوهالي وانا اجيب لكم العشرين مليار، وابقى عايل بعدهم لو انا ما جبتهمش، خدون انا بضوافري بعيالي.